الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم سورة الرحمن، ولا يمكن من خلال دقائق معدودة أن آتي على تضاعيف هذه السورة العظيمة التي تسمى عروس القرآن. إن لكل كتاب عروسا، وعروس القرآن سورة الرحمن. هذه السورة العظيمة سأمر على نقطتين بشكل سريع لأن الوقت ضيق. لماذا سميت سورة الرحمن سورة الرحمن؟ تعلمون أو لا تعلمون، في علوم القرآن أن أسماء السور لها مسيس العلاقة بالسورة نفسها، من حيث موضوعها أو من حيث لفظ فيها. بمعنى، سورة البقرة وردت فيها قصة سورة البقرة، سورة آل عمران وردت فيها قصة العائلة الكبرى لسيد المسيح آل عمران، سورة النساء وردت فيها حديث عن النساء. سورة الرحمن بدأت بأول كلمة: الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فسميت هذه السورة بسورة الرحمن. وهنا لطيفة في علوم القرآن لا بأس أن أشير إليها من باب عموم الفائدة: إذا أردت أن تذكر اسم سورة فاجعلها مضاف ومضاف إليه. يعني لا تقول بقرة، تقول سورة البقرة، لا تقول بقرة في اللهجة المحكية، لا، القرآن توقيفي من عندي، لا تقول سورة البقرة. وقد جاء هذا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة. سورة الرحمن مضاف ومضاف إليه، سورة وأضف إليها اسم السورة. المهم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أيها الإخوة، نحن بعد أقل من 10 أيام مقبلون على شهر القرآن. أسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأعمار الناس جميعهم، وأن يبلغنا إن شاء الله تعالى رمضان على أحسن حال وأهدأ بال. القرآن يحب رمضان، ورمضان يحب القرآن، فإذا أردنا من الآن أن نوطن أنفسنا على قراءة ختمة من القرآن، أريد منكم أن تضعوا عنوانا لهذه الختمة: التدبر. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. أيها الإخوة الأكارم، لم يقل الحق سبحانه وتعالى: الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. لماذا استخدم أو جاء لفظ الرحمن هنا؟ لأن القرآن ذاته وعينه هو رحمة للناس، ولأن التكاليف الربانية من حيث كونها حدوداً، ومن حيث كونها تكاليف، ومن حيث كونها أوامر، هي من أجل مصلحة الإنسان، هي رحمة بالناس جميعهم، وليست رحمة بالمؤمنين بالمسلمين وحدهم دون غيرهم. فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. ثم سؤال قد يقفز في ذهن أي متدبر وهو يقرأ هذه السورة: أيهم أسبق، خلق الإنسان أم تعليم القرآن؟ طبعا خلق الإنسان.
قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان مقدم على تعليم القرآن. قال أهل التفسير عادة هناك صانع وصنعة، والغرض من هذه الصنعة، الله عز وجل قدم الغرض من الصنعة على الصنعة نفسها، بمعنى السياق يقتضي الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، لكن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، قدم الصنعة على الغرض من الصنعة، قال أو قدم غرض الصنعة على الصنعة لبيان شأنها وعلو كعبها، بمعنى لماذا خلقنا الله؟ حتى نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم هذا على ذاك بيانا لشأن هذا الأمر. ثم لماذا سميت عروس القرآن؟ قال كما أنك تؤسس وتؤثث بيتا للعروس، الله عز وجل بدأ وافتتح هذه السورة بالعقيدة، لأن الإنسان قد يسكر بالنعمة عن المنعم، الله عز وجل أعطاه مالا، مكانة، شفاعة، قوة، محبة الناس، أعطاه كذا كذا، ينشغل ويصير سادرا عن الله وينسى ما وراء النعمة وينشغل بالنعمة عن المنعم. لذلك ذكرت لكم غير مرة أن الإمام الجنيد رحمه الله تعالى لما عرف الحياء سئل يا إمام عرف لنا الحياء، فقال الحياء حالة تتولد بين رؤية الآلاء يعني النعم وبين رؤية التقصير، فالإنسان الذي يرى نعم الله عليه تترى ويرى تقصيره في شكر نعم الله يرعوي ويخجل من الله عز وجل. في هذه الآية ورد أكثر من 31 من 31 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجن أجابوا لا نكذب بشيء يا رب. وأنت هنا عندما تقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى قيام الليل وكان معه سيدنا حذيفة ابن اليمان، فيقول سيدنا حذيفة افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، ثم بعد أن انتهى من المئة الأولى قلت لعله يركع، ثم أتم سورة البقرة ما زال في الركعة الأولى، ثم افتتح بسورة النساء مع أن الترتيب سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء. الشاهد ما أريد هنا قال فما مر على آية صلى الله عليه وسلم فيها حديث عن الجنة إلا سأل الله الجنة، وما مر على آية فيها ذكر للنار إلا تعوذ من النار. وهنا ملمح أنك عندما تقرأ سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل مقطع فيها ذكرك الله عز وجل بخلق الشمس والقمر، ذكرك بطعامك، ذكرك بشرابك، ذكرك بأنعمك، ذكرك بنظام الفلك، ذكرك بيوم القيامة، ذكرك بنعيم أهل الجنة، ذكرك بعقاب والعياذ بالله أهل النار. هذه أمور ينبغي عليك أن تقف عندها. أحد السلف سئل ما هو عنوان القرآن؟ قال إن لكل كتاب عنوانا، وعنوان القرآن هذه الآية. ما هي هذه الآية؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقف، لماذا هنا مثلا أخفى المفعول به في سورة العلق أول ما أنزل على سيدنا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم إلى آخر الآية. اقرأ ماذا أقرأ؟ أين المفعول به؟ عندنا في اللغة العربية أنا أعتذر عندما أدخل في تفاصيل اللغة، لكن بوابة فهم القرآن هي اللغة العربية. عندنا جملة حتى يستقيم المعنى تقول مثلا أكل خالد الطعام، أكل خالد ماذا أكل؟ لا أفهم. أعطى خالد الفقير ماذا أعطاه؟ هناك أفعال تحتاج إلى أكثر من مفعول به تسمى أفعال متعدية حتى أفهم المعنى. أعطيت
الفقيرة صدقة هدية. هنا ماذا اقرأ؟ طيب في سورة الرحمن خلق الإنسان، أين المفعول به؟ هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، أفصله في درس الجمعة لأن فيه بحثا لغويا لطيفا، يعني حتى لا تصيبكم السآمة. اللهم وسع مدارك عقولنا لفهم كتابك، وارزقنا شكرك حتى نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. خذوا أنفسكم بالعزيمة، بعد أيام شمروا سواعدكم وأروا الله من أنفسكم خيرا، سيبدأ موسم الخير. رمضان، أتى رمضان مزرعة البلاد أو العباد لتطهير القلوب من الفساد، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فنريد إن شاء الله تعالى من الآن، تقول أريد أن أبدأ بهمة، أقل شيء ختمة قرآن، إعادة الحقوق إلى أهلها، أن نستحل إذا أسأنا إلى إنسان بكلمة، من كسر خاطر أولاده، من كسر بخاطر أولاده أو خاطر زوجه أو خاطر عماله، فليحرص على تطيب الخواطر قبل بداية هذا الشهر. توجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، سلوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وكل ما أنعمت به علينا، عرفنا نعمك بدوامها. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.